على دكة الفريج نلتقي عشان نثبت ان احنا على يد وقلب واحد. نتجاذب اطراف حديث ساحر. المرأة تعزز دورها بشكل غير مسبوق. يأخذنا لحوار. دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل الوجهات السياحية. يعرفنا بحقوقنا. نظهر أيضا الأمور السلبية لكي تتم معالجتها. ومشاريعنا ومستقبلنا. الاستثمار الأخضر. الاقتصاد هو نصف المعيشة. ولنزيل عنا توتر الأعمال لابد أن نجرب شيئا مختلف. البعض يراه جنونا وآخرون يعتبرونه فنون. ترى وين دي؟ طموحنا لا يعرف الحدود. ما شاء الله عدد المميزين في الموسم هذا وايد. بالكم البيرق. والتجربة خير برهان. رقم قياسي جديد من تويتر. نطوف البلاد ونراها بعين مختلفة.